من الملاعب الرياضية مع محمد أبو السهل والقسم الرياضي. الحسين مرحبا من جديد. اخترتي لائحة موسعة كنعتقد، وبداية من يوم غد بهذا المركز اللي اعطاه لنا الله سبحانه وتعالى، مركز محمد السادس لكرة القدم، واللي كان واقف عليه السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية السيد فوزي القجع بمواصفات دولية. وفي هذه المعلمة الآن غادي تستعدوا، يعني الاختيارات كيف كانت بالنسبة لك، وخاصة أن الله خمسة ديال الدورات اللي تلعب في الدوري الاحترافي بقسمه الأول والثاني. سي الحسين، طبعا سيدي محمد، هو أنه الإشكال اللي كان عندنا هو أنه تقريبا أكثر من 70 لاعب، 71% من اللاعبين باقي ما وصلوش للفورمة ديالهم. نعم. لا مشكل ديال التوليفة مع التشكيل كله ديال هاد الأندية هذه، ولا المشاكل اللي كتكون عندهم مع الإدارات ديالهم، ولكن التصور ديالنا اللي كان منذ فترة على هاد المجموعة ديال اللاعبين ديالنا هو اللي بقى، هو الذي تم، إلا في استثناءات يعني بسيطة. أنتم عارفين على أنه الهدف الأول ديالنا من هاد المشاركة هو أننا نمشيو ندافعوا على اللقب. الظروف اللي هنا فيها صعبة باعتبار أنه كان واحد الحجر الصحي ثلاث سنة، البطولة واستئناف البطولة خدنا وقت كبير، وبالتالي المعسكرات اللي قمناها قبل بداية هذه البطولة الجديدة ما كانش يعني كبيرة وموسعة، ما كانش عندنا الوقت، وبالتالي احنا ارتئينا على اننا تشكيل الرسمي او لا يعني الاغلبية اللاعبين يكونوا هم اللاعبين المخضرمين اللي عندهم تجربة افريقية اللي ممكن يمشيوا يدافعوا على اللقب، على اساس انه ان شاء الله بعد هذا الشان اذا بقينا يعني في نفس البرنامج ديالنا وبنفس التخطيط ديالنا مع الجامعة غادي يكون واحد الوجه اخر ديال المنتخب المحلي اللي غادي يركز بزاف على استدعاء لاعبين شبان اولمبيين اللي عندهم مستقبل واللي ممكن انهم يطوروا نفسهم على اساس انهم يوصلوا للمنتخب الاول. نعم، الاختيارات السي الحسين كنعرفوا على ان هذا اشكال ومشكل ازلي، يعني غيبقى كاين وكان وغيبقى. ما يمكنش تكون اي مدرب اختار واحد اللائحه ما يمكنش ما يكونش عليها انتقادات، ما يمكنش. يعني الاختيارات اللي اخترتي انت احنا امامنا اللائحه كنشوفوا فيها، ولكن الاختيارات ديال المدرب انا كنعرف القيمه ديالك، وانت لست غريب، انت ابن شرعي لكره القدم الوطنيه بحال سي عبوب زكريا، انا كنعتز بالمغاربه، ولكن واش في الاختيارات كتحضر لك مثلا انا نمشي معك نيشان، واش رضا التقناوتي انت بغيتي تنتقم منه وبغيتي تجري عليه ولا شنو؟ لا لا ابدا ابدا ابدا. شوف انا ما يمكنش، لانه كنعرف تربيتك، كنعرف اخلاقك. أنا شوف سي محمد، شوف انت تعرفني مزيان. بدا اول حاجه، شوف حنايا قبل 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 اخر اللائحه اللي كانت غادي اللي كنا غادي واللي خرجات اظن يكون في 14 مارس او لا 15 اللي كنا غادي قبل الحجر الصحي، شوف قبل الحجر الصحي تنظر كان في 18 مارس. حنايا في نفس اليوم اللي خرجنا فيه اللائحه كان اجتماع ديال رضا التاكناوتي في المكتب ديال المدرب ديال الفريق المنتخب الاول وحيد، يعني بتدخل ديال وحيد وديال المدرب ديال الحراس انذاك، واحد المدرب الحراس هو اللي كان نسيت الاسم ديالو اللي كان تيدخل. دونك قبل ذلك كان رشيد بن محمود، وانت كتعرف رشيد محمود، كان تيتصل برضا التاكناوتي باش يعتذر من الاشياء اللي خرجت منه ولا التصرفات ديالو باش ندخلوه بسرعه. اول حاجه ما جاوبناش حنايا، لانه باش كيتصل رشيد بن محمود بواحد اللاعب معناتها انه راه عموته اللي كيتصل، راه ماشي رشيد، حنا كلنا تنتصلوا داكور، هذه راه الوجه ديالنا حنا كاملين. ما جاوبش، في حين انه رضا التاكناوتي كان كيجاوب المدرب المنتخب الاول الحراس، جلسنا واعتذر قدام المدرب وحيد، وانا قررنا على انه غادي يكون معنا وغادي يمشي معنا للشان، مع الاسف انه وقع الحجر الصحي. خلال الحجر الصحي وانا تكلمت معك السي محمد، قلت لك راه كان عندي واحد التطبيق اللي كنتواصل به مع اللاعبين، تقريبا 48 لاعب كان عندي ذاك الوقت ومنهم رضا التاكناوتي. مع الاسف الخمسه ديال الاجتماعات اللي درنا، وانت راه واحد المره كنت صيفط لك واحد لو كونتوني ديال هذاك لا كرونوبيولوجي اللي كنا كنديروا للدراري باش كنكونوا الدراري وكنوريوهم اضافه الامور التقنيه والتكتيكيه اللي كنا كنتكلموا عليها. مع الاسف الرضا ما تواضعش معنا باش يحضر معنا لهذوك الاجتماعات، وبالتالي كان اجماع عندنا في الطاقم على انه ما تواضعش معنا، ما تواصلش معنا، وبالتالي ما خصوش يكون مع المجموعه ديالنا فقط. انا رضا التاكناوتي بالعكس كنشوف فيه مستقبل الكره المغربيه، كنشوف على انه ممكن يدير
واحد لا كارير بروفيسيونيل تكون كبيره، ولكن تنتمنى ليه لانه يكون محاط بناس اللي يعرفوا كيفاش ينصحوه على اساس انه يعرف كيفاش يتواصل مع الناس ومع المدربين ديالو. نعم نعم نعم. يعني اللائحه اللي عندك الان دي لائحه موسعه السي الحسين ياك؟ هذه موسعه. انا درت 34 لاعب بسبب كوفيد، غادي نقيدوا تقريبا 33 لاعب. هذا لاكاف عطاتنا نزيدوا 10 اللاعبين على 23 اللي كان المفروض انها يعني ترسل في التاريخ ديال 16 ايام قبل انطلاق البطوله اللي هي بتاريخ ديال 16. حنا عندنا دابا 34، ولكن ممكن يكون فيها تغييرات. حنا ما عارفينش من هنايا للتاريخ ديال 6، ممكن يكون شي واحد مريض، يمكن شي واحد تكون عنده شي هذا. وحتى انتم عارفين انه دابا غدا ان شاء الله غادي يكون عندنا تقريبا 16 لاعب. غادي ننتظروا يوم الخميس باش يلتحقوا معنا اللاعبين ديال الوداد وديال البركان لانهم عندهم استحقاق افريقي. نعم. وغنتظروا التاريخ ديال 12، انتظروا نهايه المباراه اللي كتجمع في الرجاء مع الاسماعيلي، مع الاسماعيلي يوم 11، والتاريخ 12 غادي يلتحقوا بينا عاد نعرفوا الجاهزيه ديال اللاعبين كلهم. وفي هذا التاريخ ديال 12 نقدروا نغيروا شي لاعب الا كان الله اذا قدر الله شي اصابه ولا شي حاجه. نعم ابراهيم. نعم سي الحسين، كاين بعض الاسماء اللي ربما الحديث عليهم. كاين اللاعب البديع اوك اللي الان تاكد على انه غيغيب لشهرين. نعم. تقريبا. وكاين كذلك الاصابه اللي كاينه ديال الحفيدي. يعني واش الحفيدي الان رغم انه كاين في اللائحه واش غيكون جاهز باش يكون حاضر معكم في هذه النهائيات؟ سي ابراهيم يوم الخميس عندك بديع اوك والحفيدي ومحمد امسيف ووليد الصبار، كلهم كان عندهم موعد مع الدكتور هيفتي في كازابلانكا في المكتب ديالو في العياده، شافوهم. مع الاسف بديع اوك يحتاج تقريبا 6 ديال الاسابيع، وبالتالي احنا خرجنا اللائحه، خرجت يوم الاربعاء بالليل. الخميس حنا غيرنا، حنا ما عندناش مشكل انه نقدروا دابا نقدر نعطيك انا 50 واحد في اللائحه، ولكن باش غادي يوصل للاستحقاق اللاعبين اللي هما جاهزين هما اللي غادي يمشيو. حنا بديع اوك كتبناه لانه انا ما كانش عندي تقرير من 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 هو، لانه اتصلت به ما جاوبنيش باش نعرف التقرير ديالو، وبالتالي قلنا للدكتور على انه يتصل يعني بالوداد وانه يشوفوا باش شافوا انا التقرير هو موجود عندي، يعني التقرير ديال اللاعبين كلهم. بالنسبه للحفيدي ان شاء الله ولو انه ما يمكنش يكون جاهد هذا الاسبوع هذا، ولكن ممكن يبدا التدريب الاسبوع اللي جاي على اساس انه البطوله حنايا غتبدا المباراه، اول مباراه عندها في تاريخ 18، وان شاء الله الا كنا في النهائي هو التاريخ ديال 7. لاعب بالقيمه الحفيدي كنتمنى انه يكون معنا، ولو انه ممكن ما يلعبش المباراه الاولى ولا الثانيه، ولكن تنظر انه الثالثه والرابعه والخامسه ان شاء الله والسادسه النهائي ان شاء الله الا قدمنا مستوى جيد ممكن غادي يكون معنا ابتداء من المباراه الثالثه. نعم سي الحسين، من الاختيار ديال هاد اللاعبين المحليين هذه هي صوره الدوري المغربي واللي كيبدلوا المغاربه كلهم، وفي مقدمتهم المسؤولين على كره القدم سي فوزي القجعه ومن معه، من اجل تكون عندنا بطوله قويه. والحمد لله السنوات الاخيره البطوله ديالنا مشوقه، بطوله قويه، بطوله محترمه. ولكن الان الاختيارات من هاد اللاعبين المحليين، راك بعد خطره تختاروا شي لاعبين ويقدر يمشي للاحتراف، ها واش كتاخذوا بعين الاعتبار الجانب ديال السن؟ شوف سيدي محمد، نعم حنايا مع الاسف غادرونا 5 ديال اللاعبين اساسيين في مقابله الجزائر، النهيري ويعني اسماعيل حميد اسماعيل حداد اسماعيل الحداد والبركاوي و وسميتو اعوذ بالله مش بانون بدر بانون. اللاعبين الاساسيين حنايا بالعكس، حنا مع احتراف اللاعبين لانهم تتفتح لهم واحد الباب ديال الاحتراف. كاين يعني واحد الاستفاده تقنيه وتكتيكيه وحتى ماديه الى ما غير ذلك. بالنسبه للاعمار، يمكن اللاعب الوحيد يمكن اللي غادي يبان اللي غيفوت 30 عام هو با معمر عنده واحد الخبره وممكن يعطينا واحد الاضافه في هذه المشاركه الافريقيه. يمكن نضيف لك اللاعب اللي هو مخضرم اللي هو الحارس المرمى ديال زهير العروبي، هو اللي عنده 34 هذا، وهذا الاستثناء اللي كان باعتبار انه احنا بالنسبه للحارس الاول راه واضح اللي هو انس الزنيتي. عندنا هذا المشكل ديال زهير العروبي اللي كيتكلموا عليه الناس. زهير العروبي ما نساوش على انه في 2018 راه هو شامبيونز ليغا، راه بطل افريقيا مع الوداد. نعم. السنه الماضيه هو اللي فاز بكاس الكؤوس مع بركان. نعم. يعني الخبره اللي راكمها، وكان محترف في الدوري السعودي قبل سنه، يعني الخبره اللي راكمها زهير العروبي والاخلاق ديالو العاليه والمساهمه ديالته الفعاله في تاطير اللاعبين
وفي الحفاظ على الهدوء ديال اللاعبين كيخولون على انه يكون في هذه المجموعه ديالنا. انا هكذا كنشوفها. نعم. لانه الالقاب اللي عنده والتجربه اللي عنده. حنا المشكل اللي عندنا سي محمد شنو هو؟ هو هذا المشكل ديال كوفيد. شوف حنايا قبل اخر مقابله ديال الجديده مع الفتح اصيب امسيف اللي هو رقم واحد، دخل بن عبيد تاخذ ورقه حمراء وهذاك باش هو اللي نهى المباراه. في اخر مقابله راه لعب لاعب اللي لعب الحارس اللي هو يمكن سميتو لاعب شاب اللي هو عنده يمكن تقريبا 19 سنه اللي لعب حارس المرمى. حنا ممكن هذا المشكل هذا يوقع لينا بكوفيد يمكن باصابه، وبالتالي انا بغيت ثلاثه ديال اللاعبين او ثلاثه الحراس رقم واحد وجوج وثلاثه يكون عندهم الخبره على الاقل، لانه حنا غادي نمشيو ننافسوا ماشي غاديين باش نهيئوا لاعبين للمستقبل. نعم. هذه نعم. غتكون الفتره الثانيه بعد هذا الشهر غتكون يعني واحد التركيز على هاد اللاعبين اللي هما شباب، وغادي نساو دوك اللاعبين اللي كان اللي الاعمار ديالهم كاع كتفوت حتى 28 27 سنة. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.